السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالنور والمعرفة. أهلا وسهلا بكم في ندوة جديدة من ندوات منصة تزامن التي تقدمها لكم عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد. حياكم الله في هذه الأمسية، حياكم الله في ندوة جديدة وموضوع جديد، وموضوع عن الابتكار أيضا جديد. كما تعلمون نحن بدأنا سلسلة الابتكار بندوة قدمها الدكتور عبد الله المحية، كانت تتكلم عن الابتكار في التعلم الإلكتروني. تقريبا هذه هي الندوة الثانية اللي في ضمن سلسلة الابتكار التي هي بعنوان الابتكار في تطوير الألعاب الإلكترونية، التي سيتحفنا وسيعطينا كل المعلومات المتعلقة بهذا المجال وبهذا السوق الجديد في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية. راح يتكلم بإذن الله عن الابتكار في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية. طبعا البعض منكم قد يكون عنده تحفظ عن موضوع الألعاب الإلكترونية وينظر لها بمنظور سلبي، لكن ندوتنا الليلة راح نحاول حنا ننظر للموضوع من منظور إيجابي آخر، وكيف حنا ممكن حنا نستفيد من هذه الألعاب الإلكترونية يعني بشكل عام. بإذن الله راح يبدأ معكم المهندس رعد، وهو متخصص في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، فليتفضل مشكورا لإلقاء ندوته. بالنسبة بإذن الله في نهاية الندوة حيكون عندنا أي أحد عنده أي سؤال أي استفسار راح نجاوب عليه إن شاء الله، راح يجاوب عليه المهندس رعد بإذن الله في نهاية اللقاء. بخصوص الشهادات، طبعا في عندنا منصة أخرى اسمها منصة KQX، تقدم برنامج كامل وتطوير أو برنامج يساعدك في تطوير مهارة الألعاب الإلكترونية بشكل كامل، اسمه تطوير الألعاب الإلكترونية. ممكن تسجلون فيه وتحصلون فيه برضو على الشهادة بالنسبة للي يسألون عن الشهادات. فتفضل المهندس فهد، الله يعطيك العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بكم معنا في منصة تزامن في محاضرة الابتكار في تطوير الألعاب الإلكترونية. طبعا أشكر الأستاذ محمد على المقدمة الرائعة، ونبدأ إن شاء الله مع بعض. يعني إن شاء الله الصوت أول حاجة يكون واضح، حابين بس نتأكد إن الصوت تمام عشان خلاص إن شاء الله نبدأ في المحاضرة. فإن شاء الله الصوت تمام، هل في أي أحد بس يعطيني إن الصوت أوكي عشان ننطلق؟ واضح أستاذ محمد، كيف واضح الصوت؟ واضح عند الجميع يعني كاتب. طيب خلاص ممتاز جدا، تفضل الله يعطيك العافية. فإحنا حنتكلم اليوم عن الابتكار في تطوير الألعاب الإلكترونية. طبعا كما لا يخفى عليكم توجه الدولة 2030 إنه إحنا نحاول نبني اقتصاد مبني على المعرفة، ونحاول نشوف المجالات التقنية الموجودة بحيث إنه إحنا إن شاء الله نطور في عملية أو نطور في عملية الحصول على الدخل، بحيث أنه ما يكون اعتمادنا بشكل كبير على النفط. فمن ضمن الأشياء اللي احنا ممكن إن شاء الله نشتغل عليها اللي هو تطوير الألعاب الإلكترونية. طبعا اليوم قبل ما نتكلم عن الابتكار في تطوير الألعاب الإلكترونية، راح نتكلم عن إيش هو حجم أو سوق الألعاب الإلكترونية بالضبط. فزي ما أنتم شايفين في الشارت اللي قدامكم، حجم سوق الألعاب الإلكترونية بيتجاوز 152 بليون دولار أو 152 بليون دولار. فطبعا الرقم هذا جدا كبير، لأنه أنت لو جيت تقارنه، إحنا بنتكلم هنا بالبليون أو بألف مليار، فلو جيت تقارنه بسوق الألعاب بسوق الألعاب بسوق الموسيقى وسوق الأفلام، راح تلاحظ إنه سوق الألعاب يتفوق عليهم مجتمعين. في آخر إحصائيات سوق الأفلام تقريبا بيوصل إلى 44 مليار، تمام، وسوق الموسيقى بيوصل تقريبا الى 16 مليار. فطبعا هذا اللي يدلك على فرق الكبير في حجم السوق، انه عندك هنا 152 مليار او بليون تقريبا بالنسبه لسوق الالعاب. طبعا حجم السوق السعودي بيتجاوز تقريبا 2.8 مليار ريال سعودي. وطبعا اذا كلكم فاكرين وزير الاتصالات كيف لما عمل اتفاقيه التعاون مع هيئه الترفيه مع المستشار تركي آل الشيخ. فطبعا نخرج عن الأرقام الآن عشان ندخل في الأمور المهمة. فعشان تبتكر في مجال الألعاب أو في تطوير الألعاب، لازم تكون already عارف أو عندك معلومة إيش الأنواع الألعاب المتوفرة أصلا، أو إيش أنواع الألعاب الموجودة.
فزي ما احنا شايفين في الصورة هذه انواع الالعاب الموجودة، عندك الاركيد جيمز، عندك البازل جيمز او العاب اللي هي الغاز، عندك الكازينو جيمز، عندك الكارد جيمز، عندك الاركيد جيمز، ساند بوكس، كاجوال ايديوكيشن الى اخره. طبعا واضحة عندكم انواع الالعاب. فطبعا هذه الالعاب بدأت من القرن الماضي، وتقدروا تشوفوا تاريخ الالعاب وقصتها. بس الفكرة انه هذه المجالات او هذه هي الاماكن اللي انت ممكن تسوي فيها العاب. فحيتوارد لذهنك، طيب اذا انا ابغى ابتكر انا فين اروح او فين اتوجه؟ فبكل بساطة احنا بدينا الان ندخل في العاب الواقع الافتراضي او الفيرشوال رياليتي، وطبعا هي معروفة جدا الالعاب هذه، بدأت تاخذ حيز كبير في مجال تطوير الالعاب. بعد كده في عندنا العاب الواقع المعزز او الاجمنتد رياليتي، وطبعا الالعاب هذه من اشهرها لعبة البوكيمون جو، اكيد مرت عليكم. فبدينا نشوف الان في عملية ابتكار في عملية تطوير الالعاب، وعملية انك انت يكون في عندك العاب بافكار جديدة. طيب الان احنا راح نشوف في الشريحة الاخيرة هذه اللي معروضة قدامكم، برضو في عندنا صار العاب تسمى الواقع المختلط او الميكست رياليتي. فزي ما انتم شايفين في الصورة هذه من عملية الابتكار في اللعبة، اللاعب اللي قدام هناك اللي لابس الفي ار هو اصلا بيلعب في اللعبة ومتواجد فيها، واللاعب الثاني اللي بيستخدم الجوال او الاي ار الاجمنتد رياليتي بيلعب معاه. اوكي، فنحن لو جينا نحاول نفسر الموضوع هنا راح نلاحظ انه في عملية ابتكار جديدة في الالعاب وفي عملية التطوير، كانت اي ار وفي ار والان صار في دمج بينهم، وحنشوف افكار جدا متطورة وكثيرة. فلو جينا احنا رجعنا مرة تانية هنا لأنواع الألعاب وإيش الفروق اللي بينها، راح نلاحظ أنه كل فترة راح ينضاف معانا ألعاب جديدة. طبعا أنا أستشهد بأحد المطورين العالميين المميزين يمكن مر عليكم، اللي هو هيديو كوجيما. المطور هذا ياباني محترف جدا ومعروف من سلسلة ميتل جير اللي سواها من بداية التسعينات أو في أواخر الثمانينات تقريبا، وآخر لعبة اللي هو عملها قبل في خلال الثلاث السنوات الماضية، وتم إصدارها خلال اليومين هذه وعاملة ضجة إعلامية كبيرة. فطبعا هذا الرجل أنا ليش بستشهد به، لأنه هو بيقول لك أنا لما أجي أطور أي لعبة لازم يكون في عندي عملية ابتكار في اللعبة. فهذا الرجل مثلا في أول ما بدأ كانت الألعاب عبارة عن مقاتلة، وإنك أنت تحارب وإنك أنت تحاول تهجم على الأعداء بهذه الطريقة. فهذا الرجل ابتكر طريقة إنك أنت تلعب الألعاب حقة التخفي أو ألعاب الستيلث باللغة الإنجليزية، فكان هو من أول الناس اللي ابتكروا الألعاب هذه. حالياً هو نزل لعبة أخيرة اسمها Death Stranding. اللعبة هذه هو بيقول إنه فيها فكرة جديدة تختلف عن ألعاب العالم المفتوح. الفكرة فيها إنه هو بيعطي مشاركة للاعبين، بحيث إنه اللاعب لما يحط سلم مثلاً ويجوا لاعبين ثانيين يستخدموا نفس السلم بياخذوا لايك أو بيحصلوا على عملية لايك. فهذه من ضمن الأفكار. طبعا تقدروا تبحثوا عن مطورين الألعاب، هيديو كوجيما من اليابان، عندكم ميازاكي برضو من اليابان، في عندنا برضو مطورين آخرين، في عندنا في عندنا استديوهات أخرى كبيرة على مستوى العالم زي استديو يو بي آي سوفت اللي بيسوي لعبة أساسين كريد والألعاب الاغتيالات وألعاب المهاجمة، في عندك الاستراتيجي جيمز. ففي عندك أنواع كثيرة ممكن إنك أنت تبتكر فيها. طبعا غير الألعاب هذه عندنا الألعاب التعليمية، عندنا ألعاب المحاكاة والسيميليشن، هذه كلها برضو ممكن إنك أنت تعمل عملية ابتكار فيها. طيب هذه فكرة مبتكرة أنا راح أشرح لكم هي بكل بساطة. طبعا هذه الفكرة بتساعدك في عملية التعليم. طبعا الفكرة من هذا المشروع إنه يساعدك في عملية التعلم أثناء الرسم، أو كيف تعلم الشخص اللي بيستخدم المنصة هذه أو البرنامج هذا عملية الرسم. فلو جينا نلاحظ في الصورة الأولى هو بيرسم هنا، فبيؤدي إنه الشخصية 3D بتتكون وبيكون عليها نفس الرسم موجود. بعد كده بيكون كمل الرسم زي ما احنا شايفين شغال على الرسم. وأخيرا عندنا الصورة الأخيرة هنا، هذا شكل الرسم هنا وبيتجسم لك بطريقة 3D. فهذه من ضمن الأفكار الموجودة اللي انت ممكن تبتكر فيها في عملية الـ AR. طيب الآن طبعا لازم نتكلم أيضا عن أمور أخرى. فأنت عشان تدخل في عملية تطوير الألعاب
احنا حابين كده يكون معانا ال Shift Alt. انا بحاول اغير اللغة بس يا استاذ محمد. خلاص اوكي. فطبعا زي انت بتتكلم عن تطوير الالعاب وعملية الابتكار في تطوير الالعاب، فلا بد انك انت ايضا تذكر التولز المناسبة او الادوات المناسبة لعملية تطوير الالعاب. فمن ضمن الادوات اللي انت راح تحتاجها في عملية تطوير الالعاب عندنا محركات الالعاب او الجيم انجنز. طبعا من اشهر المحركات واقواها على مستوى العالم محرك الانريل انجن، فانت لازم تستخدم الادوات المناسبة عشان تقوم بعملية تطوير الالعاب. فعندنا هنا الانريل انجن طبعا من افضل المحركات على مستوى العالم، ومحرك مجاني راح يساعدك في عملية تطوير الالعاب. طبعا كل الناس اكيد مر عليها لعبة تم تطويرها من الانريل انجن زي فورتنايت، بابجي، تيكن 7، وفي عندنا كمان مورتال كومبات 11، كلها تم تطويرها باستخدام محرك العاب الانريل انجن. بعد كده المحرك الثاني المشهور جدا والموجه دائما للمطورين الالعاب اللي هو محرك اليونيتي. طبعا محرك برضو مشهور ومعروف، تقدر انك انت تستخدمه في عملية تطوير الألعاب بالنسبة للمطورين المستقلين أو المطورين اللي ما عندهم استديوهات كبيرة. بعد كده في عندنا محرك ألعاب تاني، طبعا هذا المطور وهذا المحرك في عملية التطوير من آخر المحركات التي ظهرت، ويعتبر محرك مفتوح المصدر كودت مجاني، راح يكون مجاني على طول، فما تحتاج انك انت تاخذ ليسانس، ما تحتاج انك انت تبحث عن احد عشان يقول لك والله انت بامكانك استخدام الكود هذا او بامكانك استخدام العمليه الحسابيه الفلانيه. فهذا من محركات تطوير الالعاب الجديده والحديثه واللي بتظهر بقوه، وراح تعطيك فرصه ومجال انك انت تعمل عمليه تطوير للالعاب باستخدام البرمجه او لغات البرمجه. طبعا بس للتذكير في محرك الانريل انت بتستخدم طريقتين في عملية البرمجة، يا انك تستخدم البلو برينت او الفيجوال سكريبتينج، يا انك انت بتستخدم لغة البرمجة كسي بلس بلس. في عندنا في اليونيتي بتستخدم اللي هي طبعا هذا اليونيتي اسيست ستور، احنا نبغى يونيتي بس يونيتي، لا احنا نبغى يونيتي هذا. فبهذه الطرق انت ممكن انك انت تدخل وتعمل عملية برمجة للألعاب. طبعا ما نخفيكم نحن انه برضو في عندنا في منصتنا اللي هي KQX تعلم الكتروني هنا في الجامعة، قدمنا دورة تطوير العاب لل2D. تمام، تقدروا انتم تدخلوا على الموقع وتسجلوا فيه، واللعبة اللي حتصمموها حتكون 2D. طبعا تسجيل مجاني، هذه هي الدورة موجودة عندكم. راح نستخدم فيها محرك الالعاب اللي هو اليونيتي بالتعاون مع الدكتور عادل جزاه الله خير، طبعا راح يشرح الجزء النظري، وراح تكون الدورة موجودة عندكم، وراح يكون فيها شهادات، وراح يكون فيها تعليم لاستخدام اليونيتي من الأساس لعمل لعبة 2D. فطبعا هذه الأشياء اللي احنا حابين نركز عليها معاكم اليوم. فنرجع مرة تانية، طبعا من ضمن الألعاب اللي انت ممكن تبدأ وتبتكر فيها الألعاب الرياضية. تمام، فحاليا بإمكانك انك انت تعمل ألعاب رياضية باستخدام الـMR، فتخلي الشخص يعني يمارس الرياضة ويلبس الـVR وفي نفس الوقت يتحرك ويكون بيلعب ويتحفز على زي ما نقول نحن انه يعمل رياضة ويحرق الكالوريز الموجودة عنده. وطبعا لو تم تنفيذ المشاريع هذه راح يساعد ايضا في تحسين جودة الحياة، لانه زي ما احنا اتفقنا من البداية المشاريع هذه التقنية راح تكون داعم كبير ل2030، من ضمنها عملية تحسين الحياة أو تحسين جودة الحياة. فإذا أنت بدأت تشتغل على مشاريع الأجمنتد رياليتي والفيرشوال رياليتي، ممكن أنك أنت تضيف عليها عملية الرياضة وحرق السعرات الحرارية والدهون. وزي ما احنا شايفين يعني حجم السوق عندنا كبير جدا وواعد، وما في شركات كثيرة. يعني الفكرة أنه الشركات الموجودة حاليا أغلبها يعني ما هي قادرة أنها هي تدخل في كامل السوق. السوق جدا كبير والمجال جدا فيه مفتوح بكثرة. يعني ما أدري إذا في أسئلة أو شيء نجاوب عليها مثلا على اللي شرحناه قبل شوية، أو نكمل، أو إيش الوضع يا أستاذ محمد؟
الله يعطيك العافية. لا حتى الآن ما في أسئلة، بس لو توضح مفهوم الـ VR للبعض يمكن ما يعرف إيش معنى الـ Virtual Reality، لو تشرح. طيب أوكي بنحاول إذا كان ندخل بس هنا على المواقع يعني أساس نشوف الـ VR. طيب احنا بس حنعطيكم فرق سريع بالنسبة للـ VR والـ AR، ايش الفرق اللي بينهم. طبعا الـ VR انك انت تلبس نظارة، تمام. الـ VR اللي هو الـ Virtual Reality او باللغة العربية اللي هو الواقع الافتراضي، معناته انك انت بتلبس نظارة وبتنعزل تماما عن العالم المحيط بك وبتدخل في عالم ثاني مختلف، تمام. هذا معناته الواقع الافتراضي، انك انت بتدخل في واقع جديد غير موجود. فزي ما انتم شايفين كلها بتكون باستخدام نظارة، بتكون باستخدام العدسات هذه، وطبعا في اكثر من شركة شغالة في الموضوع، تمام. طيب انت الان حتسألني تقولي طيب ايش الـ AR؟ فالـ AR اللي هو الواقع المعزز او الـ Augmented Reality، تمام. لنبحث احسن اوكي، هذا الاجمنتد رياليتي. فهذا هو الاجمنتد رياليتي زي ما احنا شايفين، انه انت بتستخدم جهاز او جوال او كاميرا او نظارة او اللي يكون، بس انت ما بتنعزل عن العالم الحقيقي، لا انت بتعزز العالم الحقيقي. فعشان كده هو الترجمة حقته انه الواقع المعزز. فطبعا ليه استخدامات كثيرة زي ما احنا شايفين، انك انت بتستخدم الجوال ممكن تستخدمه في عملية التنقل، او عملية انك انت يعمل لك ارشاد، او عملية اندور نافيجيشن، او حتى outdoor navigation يساعدك في التحرك ويساعدك في معرفة الاشياء. طبعا هو يعني برضو سوق كبير وواعد جدا، وممكن انك انت تستخدم التقنيات هذه في عملية السيميليشن والمحاكاة، زي هنا مثلا عندنا اذا كان بتعمل صيانة للسيارة وبتعمل عملية تفكيك للادوات او كذا، فممكن تستخدم augmented reality. وطبعا في عالم الالعاب والحاجات هذه بيستخدم فيها. اخر واحد اللي هو راح نتكلم عنه اللي هو حاليا لسه جديد، اللي هو اسمه الميكست رياليتي، ان شاء الله يكون السبيلينج صح لانه ما بيظهر معايا هنا. اوكي، فهذا الميكست رياليتي اللي هو يعتبر من احدث التقنيات الموجوده، وحاليا بدا يصير فيه تطبيقات عليه. طبعا زي ما اتفقنا احنا الاجمنتد رياليتي انك انت بتعزز العالم الموجود، تمام. الواقع الافتراضي الثاني اللي هو الفيرتشوال رياليتي انك انت بتعزلني عن العالم الموجود. الميكست رياليتي انك انت بتحاول تدمج بين الاثنين، يعني انك انت تعمل لي اجمنتد رياليتي وفيرتشوال رياليتي في نفس المكان، بحيث انك انت تتنقل فيما بينهم. وهذه هي اخر التطبيقات الحاليه الموجوده يعني، وبدات كثير من الشركات يعني تعتمد على الميكست رياليتي في مشاريعها الجديده وفي العابها الجديده. فعمليه الابتكار حاليا في مجال تطوير الالعاب صارت جدا كبيره وجدا موجوده. طبعا في ناس حتسأل تقول طيب هو اصلا ايش الابتكار في تطوير الالعاب، ليش الناس بتبتكر كل شويه. طيب احنا لو جينا نقارن اخر لعبتين مشهوره واكثر ناس بتلعب عليها حاليا، اللي هي العاب الباتل رويال اللي هي لعبه ببجي وفورتنايت. فلو نلاحظ قبل ما تكون الالعاب هذه موجوده كانت عندنا العاب الفيرست بيرسن شوتر والثيرد بيرسن شوتر، او الالعاب القتاليه، العاب الشوتر زي مثلا كول اوف ديوتي، زي مثلا شو اسمها هذيك اللعبه الثانيه باتل فيلد. الالعاب هذه اللي هي بيكون فيها عمليه قتاليه جماعيه. فالالعاب هذه كان فيها عيوب، انه من ضمنها انه اللاعب يعمل كامبين او كامبر، يجلس كده في مكان وياخذ معاه سنايبر ويقنص ويقتل كل اللاعبين الاخرين. فابتكروا لعبه اللي هي الباتل رويال، انك انتوا تنزلوا اكثر من 100 شخص في مرحله واحده وتتقاتلوا مع بعض. فاحنا حاليا في زمن الالعاب اللي هي الباتل رويال. فطبعا احنا لو جينا رجعنا مره ثانيه لانواع الالعاب، حنلاحظ ان انا عندي العاب الرعب، حنلاحظ ان انا عندي العاب الاستراتيجي، حنلاحظ عندي العاب الرياضيه، حنلاحظ برضو عندي العاب الاسئله. يعني في بعض الالعاب اللي هي زي لعبه مان سيربح المليون وكذا، انت ممكن تسويها برضو از جيم وتحطها والناس تقعد تلعب فيها. عندنا العاب الالغاز، تمام، وعندنا برضو العاب الاكشن اللي هي الالعاب القتاليه برضو والفايت جيمز، وعندنا برضو العاب الار بي جي اللي هي بتكون كبيره وبتكون فيها خرائط مفتوحه والعالم مفتوح وكذا. فعندنا انواع كثيره من الالعاب ممكن يكون فيها اللي هي احنا نسميها عمليه الابتكار وعمليه التحرك فيها وعمليه الامور هذه. فاحنا بالنسبه لنا يعني تقريبا لما نجي نتكلم على عمليه الابتكار في الالعاب، انت ايش تحتاج تسوي كالعاب؟
انت ايش الفكرة اللي عندك. وطبعا دائما تبدأ، هل والله اللعبة حقتي حتكون 2D ولا حتكون 3D؟ هل والله انا احتاج اني انا اسوي تصميم كرتوني مثلا؟ زي مثلا ايش الفرق بين لعبة ببجي فورتنايت؟ لعبة فورتنايت استخدموا طريقة الستايلايزد جيم اللي هي اقرب للكرتون طبعا، ولعبة ببجي لا، كان الرياليتي اللي هو اقرب للحقيقة واقرب للواقع. فانت تلاحظ انه عملية الابتكار في الالعاب وفي تطوير الالعاب مستمرة عندك. انت ممكن تاخذ لعبة تحولها از كوميكس او كالقصص المصورة، وممكن تحولها كالعاب كرتونية، وممكن تحولها كالعاب رياليتي انه تحط مباني اشكالها حقيقية وتحط سيراميك وتحط اشياء من عالمنا الحقيقي. وممكن انك انت لا يعني تروح للالعاب الكرتونية وتخلي الالعاب كلها كرتونية زي العاب اللي هي يكون فيها ديزني او السوبر هيروز او الاشياء هذه. فهذا طبعا في مجال الابتكار في تطوير الالعاب، وفي عندنا افكار كثيرة جدا ممكن ان احنا نتكلم فيها وناخد فيها. بس انا اتوقع انه ان شاء الله ما نكون طولنا عليكم، حنشوف اذا في اسئلة او في اي حاجة. نفتح الباب للاسئلة استاذ محمد. طيب الله يعطيك العافية مهندس رعد. في أسئلة صراحة كثيرة ونحاول احنا نجاوب عليها بإذن الله. بالنسبة لل يقول كشخص مبتدئ، يعني ما هي الخطوة الأولى على أساس أن يستثمر وقتي في صناعة الألعاب، يعني من الألف إلى الياء، يعني ما عنده أي خلفية عن تطوير الألعاب ولا شيء، يعني من فين يبدأ؟ طيب جميل جدا. طبعا الناس طبعا عندها اعتقاد انه انت لازم تكون مبرمج عشان تقدر تدخل في مجال تطوير الالعاب، بس فعليا انت مو لازم تكون مبرمج. يعني احنا ممكن لو جينا نبحث عن البلو برينت، يعني بس حاب اوريكم كمثال، يعني انت ممكن تبدا في محرك تطوير زي الانريل مثلا، حتلاقي انه انت ممكن تستخدم البلو برينتس هذه اللي هي عمليه التكويد باستخدام البلوكات. فكل اللي عليك انك انت تحط بلوكات وتعمل لها عمليه تشبيك، فمو شرط انك انت تكون مبرمج. اوكي، فهذه نقطه بس انا حبيت اوضحها قبل ما نبدا في شرح في الاجابه على السؤال. فالاجابه على السؤال بكل بساطه، انت لما تيجي تبي تبدا تسوي لعبه، فانت لازم اول حاجه يكون عندك فكره، تمام؟ اللعبة حقتك اللي انت حاب تبدأ فيها هل هي 2D ولا 3D؟ تمام؟ بناء على الاختيار الأول انت راح تبدأ تختار الأدوات اللي انت راح تستخدمها أو التولز اللي انت راح تحتاجها في عملية برمجة الألعاب. فانت تقول لي والله مثلا أنا مشروعي حاب يكون 2D، فإذا راح تبدأ تبحث عن محركات الألعاب اللي راح تشتغل معاك 2D. طبعا أنا دائما أنصح كل الناس أقول له لا تعيد اختراع العجلة وتسوي لي محرك ألعاب جديد من الصفر، لا، روح شوف الأشياء الجاهزة، روح شوف أين انتهى الآخرون وأبدأ من هناك. فمن أسهل الطرق أنك أنت تجي مثلاً على محركات الألعاب. عندك مثلاً محرك الأنريل، أنا ما أنصحك تروح أنريل وتشتغل عليه 2D لأنه أقوى بكثير من كده وراح يتعبك في العملية. لكن مثلاً إذا حبيت تشتغل 2D ممكن تروح على اليونيتي تبدأ منه. وإحنا عندنا زي ما اتفقنا في جامعة الملك خالد في KQX عملنا دورة بخصوص الموضوع ده. ممكن تروح على جودت برضو محرك العاب جديد وطالع، ممكن تستخدم فيه عملية التودي. فهذه هي البداية. طيب حتقول لي لا والله باش مهندس انا حاب ابدأ من لعبة 3D مثلا، حاب 3D هو اللي يكون معايا وابدأ اشتغل عليه. فبكل بساطة حقول لك اذا انت تبغى جرافيك عالي واحترافي جدا زي لعبة باتمان هذه مثلا برضو اتعملت على الاندريل، او هذه لعبة انجاستيس برضو اتعملت على الاندريل، فحقول لك روح اشتغل على انريل انجن يعني وانت متطمن يعني. بس عيب الانريل انه هو يحتاج جهاز بمواصفات يعني مرتفعه شويه. فدائما انا اقول للشباب اذا عندك اللي هو i5 ما انصحك تبدا في الانريل. اذا الرامات حقتك اقل من 8 جيجا لا، خليك بعيد شويه عن انريل لانه حيكون ثقيل. بس اذا عندك جهاز 16 جيجا وفوق الرامات، في له كرت شاشه خارجي 4 جيجا، في له i7 i9، على طول يعني نزل الانريل عندك وابدا اشتغل عليه. وزي ما وريتك يعني ما راح تحتاج انك انت تستخدم اكواد، يعني راح تعمل عمليه تشبيك بهذه الطريقه للبلوكات وعلى طول راح يطلع معك جيم باستخدام البلو برينت طبعا. او اذا انت حاب برضه مصر انك انت يعني تكود وكتابه كودينج، ممكن تستخدم لغه السي بلس بلس
في البرمجة باستخدام الأنريل أنجين. بالنسبة لليونيتي إذا أنت لا حاب أنك أنت تشتغل على محرك ألعاب يعني شوية كويس خفيف متوسط خلينا نقول وممكن يوصل لمستوى الأنريل قريبا يعني، فممكن تروح على اليونيتي، بس اليونيتي لازم تكون يعني تشتغل بلغة السي شارب تمام، فهذا محرك موجود. آخر واحد اللي هو الجودت، طبعا أنا الجودت جدا معجب به لأنه جديد وفي نفس الوقت open source فهو free تمام، فممكن انك انت تبرمج فيه بالسي شارب، ممكن تبرمج في لغه الجي جي دوت اللي هي مبنيه على لغه البايثون تمام، اللي هي جودت هذه. فهذا الموقع موجود عندكم ومن الحاجات الجديده تمام. فارجع مره ثانيه اعطيك ملخص الكلام اللي انا قلته، انت ايش مشروعك، ايش اللعبه اللي انت حاب تبدا بيها، هي 2 دي هي 3 دي؟ هتقول لي لا والله مثلا ابغاها AR VR، إذا هقول لك على طول روح على اليونيتي، لأنه اليونيتي بصراحة يعني موفر SDKs ولايبريز مرة ممتازة في الاي ار والفي ار. الأنريل برضو موفر يعني SDKs ومكتبات، بس ما هي بنفس إمكانيات اليونيتي يعني. إن شاء الله يكون جاوبت على السؤال هذا، وبرضو زي ما اتفقنا خش على موقع KQX شوف دورة الـ2D اللي احنا عاملينها الخاصة ببرمجة الألعاب، وممكن راح تديك يعني بداية كده تبدأ منها وتنطلق منها. إن شاء الله أكون جاوبت على السؤال. الله يعطيك العافية. في الأنواع قبل شوية اللي في الباوربوينت اللي عرضتها لنا في أنواع كثيرة يعني، من ضمنها أعتقد الأدوكيشن صحيح. فممكن الشخص يعني تطوير الألعاب ليس فقط في مجال معين يعني واحد، يعني في أنواع كثيرة ممكن واحد يعني يعمل فيه. الحاب إنه مثلاً المعلمين مثلاً أعضاء التدريس ممكن يطورون مثلاً ألعاب في مجال الإديوكيشن مثلاً، وفي ألعاب كثيرة يعني موجودة الآن تعليمية يعني ممكن الواحد يسعى في الموضوع هذا. في سؤال يقول هل يوجد ألعاب طبية في المجال الطبي؟ نعم يوجد ألعاب طبية في المجال الطبي باستخدام الفي آر. صار يسوي الأطفال نظارات بحيث إنه لما يروح يأخذ إبرة عند الدكتور أو شيء يكون بيلعب لعبة تمام، ويكون بيحارب بكتيريا أو شيء، فلما تيجي الإبرة لما تدخل فاللاعب نفسه أو الطفل يضغط فيقوم الإبرة يعني أو الممرضة أو الممرض اللي قاعد معاه على طول يعطيه الإبرة. فمن ضمن الأشياء اللي صارت تضحك في الموضوع إنه يقول لك أول كنا لما نضرب الطفل إبرة كان يبكي، الآن صاروا لما يشيلوا منه الفي آر صار يبكي إنه لا بيكمل اللعبة ويبغى يلعب يعني. فهذه من ضمن التطبيقات اللي في المجال الطبي. برضو أنا ممكن أضيف لكم في مجال المحاكاة والسيميليشن، طبعا أتوقع أنه أغلبكم يعرف طيارين أو مروا عليه الطيارين أو يعرف يعني طيارين لما يتخرجوا لازم يدخلوا على الفلايت سيميليتر. الفلايت سيميليتر هو أصلا عبارة عن لعبة يعني بيدوله كابينة القيادة نفسها هو بيركب فيها وبيستخدم الأزارير والحاجات هذه، هي أصلا لعبة في الأساس يعني الفلايت سيميليتر. فهو مو بس في مجال الألعاب يعني أنه لعبة، لا حتى في مجال المحاكاة يعني حتى أعرف الإخلاءات حقة الطوارئ والشركات الكبيرة زي أرامكو مثلا بيستخدموا السيميليتر والمحاكاة في عملية تدريب العاملين اللي عندهم. فمجال تطوير الألعاب ترى ما هو بس ألعاب يعني، أنا أحس أنه الألعاب كلمة ممكن تكون يعني ظالمة لهذا المجال أنه الناس تفكر أنه ألعاب وجيمز وكذا، لكن هو لا يعني أكبر من كده وأشمل من كده بكثير يعني. حتى الآن صاروا كثير حتى من شركات الأفلام تستخدم محركات الألعاب عشان تسوي الأفلام الخاصة بها يعني. هل يوجد تجمع لمبرمجي الألعاب في السعودية؟ هذا أحد الأسئلة. هل في تجمع يعني ملتقى لهم سواء دوري شهري؟ هل يوجد تجمع لمبرمجي الألعاب في السعودية اللي حاب إنه يشترك أو ينضم لهذا المجتمع؟ مهندس رعد الصوت. طيب مرة تانية معليش كان الصوت راح معليش. طيب فبالنسبة للسؤال اللي بيسأل عن الكوميونيتيز، انت ممكن تدخل على الميت اب تمام وتبحث عن انريل انجن ENGINE سعودي عربيا، وراح تلاحظ الكوميونيتي اللي احنا عاملينه هنا في السعودية فيما يخص الانريل انجن تمام. Unreal Engine Saudi Arabia، ما نعرف ليش ما هو راضي يطلع معنا، لازم أسوي عملية تسجيل حساب.
Unreal Engine سعودي عربي. يعني اسمه كذا ممكن الواحد. أيوة نعم هو لو بحث عنه حيلاقيه وممكن لو خش على تويتر الخاص بي حيلقى الإجابات. طبعا أنا على أساس ما بستخدم جهازي ولا هي كل شيء موجود على جهازي. بس هو ممكن يدخل على Unreal Engine سعودي عربي. لو قلنا له Unreal ممكن يجيب لنا كل الأنريل. أتوقع هنا عشان هو فإحنا ما نبغى أبغى نبغى Any City. هو طبعا لأنه موجود في جدة. جميل. ممكن هذه الروابط بعدين نرسلها لهم يا مهندس. ممكن يكون موجود الرابط. نعم هو لأنه بيبحث في مدينة أبها. في أسئلة. هو الأنريل إنجين موجود في السعودية ممكن يبحث عنه بس يشيل الفلتر حق أبها حق جدة. ممتاز. ماني عارف ليش ما هو راضي يزبط معانا هنا بس anyway يعني. هو لأنه في طلبات برضو على المحركات الألعاب هذه نرسلها لهم إن شاء الله في الإيميل. نجمع كل المصادر التعليميه اللي ممكن يستفيدوا منها من ضمنها المجتمع الكوميونتي ان شاء الله. يعني هم لو حتى يتابعوني على تويتر او يتابعوا جامعه الملك خالد على حساباتها في تويتر سواء كان تقنيه المعلومات سواء كان حساب الجامعه نفسه الرسمي. احنا الاسبوع اللي فات اختتمنا فعاليه كانت كبيره في الويكند اللي هو كان ستيم جام بالتعاون مع تعليم منطقه عسير وجامعه الملك خالد قسم تقنيه المعلومات ونادي الالعاب الالكترونيه وفي الان مجتمع كمان جديد اسمه عسير جيمرز. فالحمد لله يعني في أكثر من حاجة موجودة في منطقة أبها وإن شاء الله على مستوى المملكة نبدأ نزود الحاجات هذه بالتعاون مع الجامعة وكي كيو إكس ما شاء الله ما قصروا معانا في الدورة اللي هي عن بعد يعني. وأرجو أن نادي الألعاب الإلكترونية في جامعة الملك خالد مفتوح برضو للجميع. هذا كوميونيتي يعني تقريبا يمكن أول نادي للألعاب الإلكترونية في المملكة فممكن أن ينضموا لهذا النادي وموجود حساباته على تويتر وممكن نرسل لكم إن شاء الله. لا بالضبط. يعني سؤال ثاني في سؤال مهندس رعد بخصوص يعني كيف الاستثمار في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية كيف ممكن إنه يحسن في جودة الحياة الإنسان بتحقيق رؤية المملكة 2030. طيب أنا من ضمن المشاريع اللي عندي مشروع اسمه مماشي. تمام المشروع هذا إيش فكرته إن شاء الله ما حد يسرقها بس ها. طيب المشروع هذا ايش فكرته؟ انك انت تستخدم الاجمنتد رياليتي او الواقع المعزز انك انت تستخدم الجوال حقك تكون موجود في الممشى. طبعا مثلا زي مدينة جدة فيها يمكن 18 ممشى. الطائف اتوقع فيها 3 ابها اتوقع فيها 5 أو 6 اذا ماني غلطان في ممشى الضباب في كذا. فممكن انك انت تستخدم الجي بي اس لوكيشن زي اللي كان مستخدم في لعبة البوكيمون جو. وانا طبعا حاولت اسوي كده مشروع بسيط وكنت حاطط سوبيا بتلف فسويته كده في رمضان. فالشاهد انك انت ممكن تسوي برنامج بسيط باستخدام الاجمنتد رياليتي باستخدام التنافس بين الشباب بحيث انهم يدخلوا على نفس البرنامج وكل ما واحد جمع كميات اكبر من السوبيا وكذا كل ما مثلا كسوبيا انا حاطها او ممكن تحط اي شيء ثاني ممكن ياخذ نقاط اكثر ممكن ياخذ افكار اكثر. فانت بالطريقه هذه بتخلي الناس تتحفز انه هي تستخدم الممشى لانك انت لو رحت توجهت الان لاي ممشى حتلاقي اصلا الشخص ماشي هناك وماسك الجوال حقه وشغال على السوشيال ميديا ما بين تويتر ما بين سناب شات. فانت ممكن تخليه مثلا يستخدم برنامج تضيف له خاصيه الشاتنج فيه بحيث انه هو يروح الممشى يتحدى مع اصحابه يتحدى مع زملائه هناك كل واحد يمشي أكتر ممكن يأخذ بوينتس أكتر يأخذ مراكز أفضل في الممشى الفلاني. فهذه من ضمن الأفكار اللي ممكن تساعد في عملية تحسين الحياة أو تحسين جودة الحياة يعني. فإن شاء الله تكون إجابة واضحة وتكون وصلت لك الفكرة. فيه سؤال للدكتور يقول كم تكلف لعبة يعني تكلفة تقريبية يعني إذا أبغى أصمم لعبة وأطورها يعني هل أحتاج مبالغ مالية على أساس أني أطور لعبة؟ طيب زي ما اتفقنا احنا لو جينا نبي نبدا في لعبه بسيطه مثلا يعني هذا حاب انه يستثمر يعني شغل بزنس يعني شغل بزنس عادي ممكن نتفاهم يعني. طبعا من ناحيه البزنس انا بس ما اخفيكم انا ظهرت في تحدي الهوامير في الحلقه الرابعه للموسم الثالث وعرضت لهم فكره الاستوديو. فطبعا اذا انت تبي توصل لمستوى تريبل اي اللي هي الالعاب الكبيره على مستوى العالم راح يكون فيها طبعا تكاليف. ليش تكاليف؟
انك انت راح تصمم الحاجات هذه بنفسك، فانت تحتاج الى فريق عمل كامل. كيف يعني فريق عمل كامل؟ تحتاج الى مصمم، تحتاج الى مبرمج، تحتاج الى 2D artist، تحتاج الى امور كثيرة جدا، تحتاج الى ممثلين، تحتاج الى ناس يكونوا معك في المشروع. لكن اذا انت مثلا تقول لي لا والله انا ابغى اسوي لعبة مثلا بسيطة موجهة للجوالات وكذا، فعندك هنا في المواقع هذه اللي انا عرضت لكم هي مثلا هذا الانريل، ممكن تدخل على الماركت بليس هنا وحتلاقي موجود عندك يعني فري كونتنت ممكن انك انت تستخدمها، تمام؟ بس طبعا لازم الاشياء الفري دائما يكون عليها اللي هي الليسنس اللي هي حقوق الاستخدام. فممكن انت تاخذ زي كذا مثلا، تاخذ الحاجات هذه تستخدمها، تاخذ الادوات هذه تستخدمها، تاخذ الشخصيات هذه تستخدمها، تاخذ الانيميشن، طبعا هذه كلها فري. بس دائما الفري يعني ما يكون معطيك الفول فيتشرز، تمام؟ فانت طبعا تقول لا والله انا ابغى استخدم الحاجات اللي هي اون سيل مثلا، فتقدر تستخدم حاجات جاهزه. يعني اذا انت فريقك مثلا، انت مثلا لحالك تحتاج واحد يسوي لك 2D مثلا او 3D او يسوي لك المباني، تقدر انت تجي زي كذا اون سيل مثلا، هذه تكلفك $66 راح يعطيك مباني كامله ممكن انت تستخدمها، تمام؟ هذا مثلا في الانريل. لو جيت على اليونيتي مثلا، دخلت على الماركت حقهم الستور، برضو حتلاقي عندهم حاجات موجودة ممكن انك انت تشتريها. احنا الحين لما نبغى الستور ما هو موجود، اول لما كنا ما نبغى كان موجود. هذا اللي هو الاسستور، برضو بنفس الطريقة حتدخل تلقى اشياء جاهزة موجودة تقدر انك انت تستخدمها وتقدر انك انت تشتريها. بس الحاجة اللي تخلي الامور ممكن مكلفة شوية بالنسبة لنا احنا، انه احنا نبغى اشياء من بيئتنا المحلية، فصعب انك انت تلاقي واحد لابس شماغ كده ولا لابس قطره مسوي المرجام كويس ومضبط الوضع. غالبا تلقاه كده العقال ما ادري كيف جاي وخشمه دائما ويجي كبير. فانت اذا تبغى حاجه مميزه، حاجه تميزك انت، لازم حتجيب مصممين معاك وحتجيب ناس معاك. بس اذا انت حاب تبدا يعني تسوي مشروع صغير، هذه الماركتس كلها موجوده عندك تساعدك. يعني تلقى زي كده مهندس رعد، يعني في الاستاذ معانا اللي هو استاذ علي الشيخ يقول انه يعني نفتقد في سوق الالعاب الالكترونيه الموجود الان، انه ما فيه يعني العاب متوافقه مع عاداتنا مع تقاليدنا، سواء تقاليد المجتمع، تقاليد الاسلاميه، يعني اخلاقنا الاسلاميه وكذا. فممكن هذا يكون دورنا، لانه اغلب المطورين الان الموجودين في سوق الالعاب الالكترونيه اغلبهم في الغرب والشرق وكذا، يعني دياناتهم غير اسلاميه يعني. فممكن احنا يعني كمسلمين يكون لنا دور في هذا المجال، بان احنا نحاول نصمم العاب تتوافق مع ديننا، تتوافق مع قيمنا، مع اخلاقنا، مع عاداتنا. بالضبط بالضبط يا استاذ محمد. يعني انا لو تسمح لي بس في النقطه هذه، انا ايش اللي دخلني اصلا مجال تطوير الالعاب؟ انا بنتي الله يحفظنا يحفظها ويحفظ لكم، كانت حابه تلعب معايا اكس او، فما لقيت الورقه والقلم فعملت لها هي على الجوال. ف من ضمن الاشياء اللي انا خاف على بنتي وولدي الان الحمد لله، انه مثلا يجي يلعب في لعبه زي فورتنايت ولا ببجي ويسوي لي رقصه معينه او يسوي لي حركات، طبعا كل البيوت وصلت فيها الحركات هذه. ايوه هو الناس لازم فيه صراحه يعني، حتى ايوه وطلعت كمان قبل فتره لو تفتكر الحوت الازرق وماني عارف ايش وكذا، مشاكل بتظهر عندنا طبعا. فاحنا ما نبغى نمنع اولادنا، لانه المنع مهما حاولت تمنع الا ما حيلقى له طريقه، يعني الا ما حيلقى له طريقه يروح يلعب. لازم نوفر له البديل يعني. فالمنع ما هو حل، الحل اني انا اوفر لك بديل يعطيك من قيمنا المحليه، يمثل بيئتنا، يحاول انك انت تصنع عندك هنا صناعه كامله، تعمل توطين كامل للصناعه دي، تعمل دورات تدريبيه، تعمل زي ما نقول هاكاثونات، مسابقات، تعمل شركات توجه لها دعم اساس الناس تبدا تشتغل في هذا المجال. واحنا الحمد لله يعني انا الحمد لله اسست شركه اسمها ثندر مون ستوديو، وهدفنا فيها انه نعمل توطين كامل لصناعه الالعاب في المملكه. فدائما احنا في الدورات حقتنا وفي الاشياء هذه عن طريق الجامعات بتكون بنحاول قد ما نقدر انه يعني تكون الاولويه لابناء الوطن يعني. فبنحاول انه احنا المجال هذا يكون متوطن عندنا، يكون في عندنا كفاءات مميزه. وان شاء الله يعني اذا اعطوكم رابط التويتر حقي تشوفوا الفعاليات اللي احنا سويناها الحمد لله مع جامعه الملك خالد اخر مره اللي هي كانت الويكند هذا، يعني حتى وكالة الأنباء السعودية تكلمت عن الموضوع الحمد لله. فإحنا شغالين وإن شاء الله نصل إلى مستوى كبير ومستوى أعلى من كده وأفضل من كده. إحنا مشكلتنا في الوطن العربي وفي الخليج بشكل خاص إنه ما في عندنا الكفاءات المحلية الكبيرة، لكن إن شاء الله بتعاون الجميع وبعد ما يصير في وعي إن شاء الله والناس تبدأ تتحمس،
يصير في عندنا فريق كبير قادر إن هو يصنع ألعاب من بيئتنا المحلية بإذن الله تعالى. طبعا البعض يعني قد لما يعني لما شاف عنوان الندوة يقول يعني ايش دخل جامعة كجامعة الملك خالد ولا كما منصة تزامن احنا نقدم موضوع زي كذا يعني. لكن فعلا السوق موجود يعني سوق كبير موجود وأبنائنا يعني غارقين فيه بشكل كبير يعني كل بيت إلا ويعني أولاده مثلاً أبناء بناته يعني يلعبون في هذه الألعاب يعني بشكل بالساعات يعني حتى بعضهم أثرت على دراستهم أثرت على قيمهم على أخلاقهم. طيب ما هو دورنا؟ هل نبعد إحنا متفرجين في هذا نستورد هذه الألعاب؟ لماذا لا نصدر هذه الألعاب؟ لماذا لا نصنع لأبنائنا ألعاب يعني تتناسب مع أخلاقنا وقيمنا وعاداتنا الإسلامية؟ فهو موضوع صراحة حساس جداً ولازم إحنا نصنع البديل دائماً. إذا ما في بديل للطفل فراح يروح للموجود يعني حقيقة. الله يعطيك العافية مهندس رعد. موضوع يعني فعلا حساس ونحتاج فيه يعني لكفاءات سعودية وعربية تشتغل في هذا المجال بإذن الله ما يتوافق مع قيمنا وأخلاقنا وعاداتنا الإسلامية. طيب من زي ما قلت لك يعني احنا إن شاء الله شغالين في الأمور هذه وجامعة الملك خالد الحمد لله بدأت في هذا المجال ممثلة في الكي كيو إكس وممثلة أيضا في الجسمه في تقنية المعلومات والحاجات اللي احنا سويناها وان شاء الله يعني بإذن الله تعالى يكون القادم مذهل أكثر. يعني احنا لازلنا زي ما قلت لك في البداية وبنحاول ان احنا نشتغل ونبني بنية تحتية كاملة وان شاء الله نشوف شيء أفضل يعني. ففي أي سؤال في أي حاجة بالنسبة للي ذكرناها ان شاء الله نكون يعني أفدناكم اليوم وان شاء الله أعطيناكم شيء مميز. وأنا متمني فعلياً إنكم أنتم تشوفوا الفعاليات اللي إحنا طبقناها الأسبوع الماضي لأنه إحنا لما طبقنا الفعاليات الأسبوع الماضي كان في عندنا طلبة حتى من المرحلة الابتدائية ومن المرحلة المتوسطة وبصراحة فاجأوني بالنتائج اللي سووها وفاجأوني ما شاء الله عليهم تحمسوا وأعطونا ألعاب ما كنا نتوقع. يعني إحنا كنا متوقعين الطلبة الجامعة هم اللي يكونوا متمكنين وكذا اللي يكون عارف فوتوشوب عارف باوربوينت لكن حتى سبحان الله الأطفال اللي كانوا في المرحلة الابتدائية لما بدأوا معانا أعطيناهم بس شوية مفاتيح أعطيناهم شوية مقاطع على تويتر في خلال 3 أيام قدر إنه هو يسوي لك حاجة تشتغل يعني قدر إنه هو يبدأ يسوي فكرة ويسوي حاجة. فصراحة الموضوع هذا جدا فاجأني إنه طلبة التعليم العام ما شاء الله تبارك الله. طيب هل في أي شيء تاني؟ طبعا بالنسبة لتويتر اللي حاب يتواصل معايا إن شاء الله يقدر يتواصل معايا أنا ما عندي مشكلة إن شاء الله الشباب يحطوا لكم الروابط الخاصة بي في تويتر في إنستغرام في كل مكان وما عندنا بالعكس أي إشكالية. وسعيد جدا بلقائكم اليوم إن شاء الله ما نكون طولنا عليكم أنا عشان الوقت والله قالوا لي الوقت هو باقي معنا شوية دكتور مهندس رعد يعني الموضوع شوية يعني في أسئلة كثيرة يعني يدل على في اهتمام بالنسبة للحاضرين معانا اليوم ما ودنا نجاوب على كل أسئلتهم بس ما نقدر نغطيها كلها لأنها كثيرة يعني لكن حنحاول نختار بعض الأسئلة. فيه أحد الأستاذة سميرة تقول أنا معلمة وما عندي وقت أصمم عندي فكرة وأبغى أحولها إلى لعبة تعليمية يعني كيف جميل. ممكن فين إلى من تتوجه يعني فين تروح يعني ولا طيب هل برنامج مبسط بالنسبة للألعاب التعليمية يعني في من ضمن الأفكار كانت عندنا وكنا شغالين عليها إحنا نسوي لعبة تساعد الطالب إنه هو يتعلم اللغة الصينية بحكم إنه إحنا ما شاء الله متوجهين لتعلم اللغة الصينية والأمور هذه. فالفكرة كانت جدا بسيطة إنك أنت ممكن تعمل روبوت يتحرك الروبوت هذا كشخصية أو كاركتر ممكن تعملي أي شخصية تانية بحيث إنه هو لما يدخل في حاجة معينة أو يدخل في كيوب معين فيقوم على طول يعطيله الكلمة هذه باللغة الصينية أو يعطيله الحاجات هذه باللغة الصينية. فبعد كده هو الطالب بيمشي بيروح على مكان تاني بيطلع له مثلا سؤال أو بيطلع له مثلا خيارات فلو الطالب قدر يجاوب على السؤال بنفس الكلمة اللي كانت طلعت له قبل شوية راح يفتح له مثلا الباب وراح يقدر يخش على المنطقة التانية. فهو اللاعب بيكون بيلعب وبيكون بيتمشى. أول دورة قدمتها هنا ما شاء الله مع الشباب في جامعة الملك خالد فطلعنا ما شاء الله بخمسة ألعاب تعليمية من ضمنها كان في لعبة تساعدك على تعلم لغة الإشارة. تمام سيارة بتمشي بتطلع لك لغة إشارة كده علامة من علامات الإشارة فإذا أنت مثلا فهمتها مثلا بتقول لك لف يمين فلو لفيت يمين حتاخد نقاط لو لفيت يسار مثلا لا حتروح عليك النقاط أو حتخسر.
برضو من الصوت واضح او في مشكله؟ انا ما ادري بشوف واضح. طيب من ضمن الالعاب برضو اللي اتعملت كان في لعبه بتساعدك على عمليه ربط الدوائر الكهربائيه، تمام؟ فما شاء الله الشباب يعني عملوا تصميم ديزاين بطاريه كده صغيره اللي هي 9 فولت، ولما بتوقف عليها مثلا بتضغط زر فبيعطيك سلك، فاذا وصلت السلك للشيء المناسب زي ما احنا درسنا في الفيزياء اللي هو التوصيل على التوازي او التوصيل على التوالي، تمام؟ فالالعاب يعني بالعكس يعني ممكن تساعد بشكل مميز في العمليه التعليميه. وغير كده تخيل لو ان الطالب هو بنفسه جاء وما شاء الله عليه بدا يشتغل وبدا يسوي لك لعبه وبدا يفكر كيف ان هو يسوي لعبه، فهو بيعطيه حتى يعني بعد وعمق في عمليه التفكير، انه كيف يفكر، كيف ان هو يشتغل، كيف ان هو حتى يكتب كود إذا كان دخل على الأكواد مثلا البرمجية الكتابة العادية، أو دخل حتى على البلوكات اللي هي البروبرينت والحاجات دي. أعتقد في برنامج الأغلب يعرفه اللي هو سكراتش على الويب برضو، هذا من أسهل المواقع اللي ممكن تساعدك إنك أنت تبدأ في عملية البرمجة الخاصة بالألعاب. يعني حتى الآن صار حتى عملية برمجة المواقع والويبس وكذا صارت تعتمد على عملية البلوكات، إنك أنت تحطها وتوصلها، يعني ما بيكون في اعتماد على عملية الكتابة الكامل للكود. فعملية تطوير الألعاب إن شاء الله يعني أنا أتوقع لها في خلال الفترة المقبلة بالذات هنا في المملكة حيكون في توجه كبير عليها، حيكون في لها ترند كبير. زي لما كان إحنا نقارن طبعا مع الجرافيك ديزاينر قبل 5 أو 10 سنوات، ما كان أحد يهتم بالمجال هذا ولا كان أحد يعرف إيش يعني جرافيك ديزاينر. الآن لا، مطور الألعاب إن شاء الله حيصير زيه زي الجرافيك ديزاينر، حيصير مطلوب، حيصير في طريقة التفكير وبناء الألعاب والحاجات هذه. وكيف يعني تخيل أنت، إحنا دائما لما كنا نلعب زمان ألعاب البازلز وكذا، فلما تحل لغز أو تحل لعبة تقول والله أنا ذكي، أنا كويس، أنا بيعطيك ثقة في النفس. فتخيل لو أنت اللي مسوي اللغز هذا، تخيل لو أنت اللي مسوي البازل هذا، يعني ما شاء الله كيف مستوى الذكاء عندك. فتخيل لو إحنا خلينا الطلاب من التعليم العام هم اللي يبدأوا يسووا الأسئلة ويسووا الإجابات حقتها ويسووا طريقة اللعب، فراح ناخذ يعني نحصل ان شاء الله على ناس الباترين حقهم او نمط التفكير حقهم راح يكون مرتفع وعالي يعني. فاتمنى ان شاء الله يعطيك العافيه. المحركات الالعاب اللي شرحتها قبل شويه او المواقع اللي، هل هذه هي برضو اذا صممت لعبه فيها يشتغل على مثلا على الجوال على اندرويد، ولا هناك يعني مجال اخر او محركات ثانيه لتصميم برمجه الالعاب في الجوالات؟ طيب احنا بالنسبه لنا في شركه ثندر مون الحمد لله سوينا لعبه اسمها العبها، موجوده على الابل ستور والجوجل بلاي تقدروا تشوفوها. طبعا اللعبه بسيطه على قد مستوياتنا يعني، لانه فعلا ما اخفيكم لازلنا احنا في عمليه تطور في عمليه تعلم، لكن الحمد لله موجوده على الابل ستور. عندي لعبه اكس او برضو حققت تقريبا 10,000 داونلود، فطبعا لعبه جدا بسيطه بداياتي كانت فيها، لكن الحمد لله يعني شغالين، بنحاول بنطور، بنحاول انه احنا نشتغل اكثر. حاليا الحمد لله غيرنا الاجهزه اللي عندنا وبدينا يعني واحده بواحده نمشي ان شاء الله لغايه ما نوصل الى مستوى اعلى. لكن ما اخفيكم يعني لا زال كثير من الالعاب اني انا ما بقدر اني انا انزلها واطورها، لان اول حاجه ما عندي الشخصيات مثلا. طبعا زي ما اقول لكم كلكم عارفين انه يد واحده ما تصفق، يعني مستحيل انك انت تبرمج وتسوي 3 دي موديلنج وتسوي كل حاجه وتطلع بلعبة جدا قوية. فحاليا الواحد شغال بيسوي كل الأمور هذه، فعشان كده اتجهنا المجال إنه لا خلينا نبني بنية تحتية كاملة بالدورات اللي احنا بنقدمها مع الجامعات هنا، بحيث إنه يصير في عندي مطورين مستعدين إن هم يشتغلوا، بحيث إنه خلاص يلا انت خد موضوع الـ 3D modeling مثلا، فلان ياخذ موضوع التكشرينج، فلان ياخذ موضوع البروجرامينج او السكريبتينج، فلان ياخذ موضوع الباك اند، فلان ياخذ موضوع الفرونت اند، وبعد ده كله تبدا تدخل في موضوع اللي هو التسويق والحاجات هذه الماركتينج، يعني زي اي مشروع زي اي شركه بتكون شغاله بتكون موجوده. ان شاء الله نكون جاوبنا على السؤال. يعني هذه من المحركات اليونيتي يعني ممكن يطور عن طريقها لعبة عن طريق الجوال. انا طورت اللعبه عن طريق محرك العاب اليونيتي، تقدروا تبحثوا عنها في الابل ستور وفي الاندرويد ستور، اسمها العبها بهمزه كسر في الاول العبها، راح تلاقوها موجوده لعبه سيارات بيقول لك جمع سوبيا وكده، وفي ساهر موجود عندك. بس يعني زي ما اتفقنا انا معاكم صريح جدا، يعني ما هو الشيء اللي انا اطمح له، ما هو الشيء اللي انا نفسي اوصل له، يعني احنا حابين نوصل لمستوى عالي.
تنشأ يا مهندس رائد، أن تنشأ شركة سعودية متخصصة في المجال هذا، يعني للأسف يمكن لو سألتك يعني كم عدد الشركات اللي في المملكة اللي متخصصة في مثلا في تطوير الألعاب الإلكترونية؟ والله شوف، على حد علمي يعني اللي أعرفه يمكن 3 أو 4 شركات في الرياض، من ضمنها شركة سيما فور وشركة يو ام اكس اللي كانت علي ستوديوز، و قليل جدا ما اعرف يعني اكثر من كذا شركات قليل مقارنة بالسوق. حجم السوق جدا كبير، ومستحيل حتيجي شركة تقول لك انا محتل السوق ده كله بالكامل. يعني السوق جدا كبير، وللأسف يعني كل الدخل والأمور هذه بتروح للشركات اللي برا. يعني فلو احنا قدرنا نسوي ألعاب مميزة في بلادنا المحلية راح نقدر نوصلها. هي موجودة لعبة تلعبها في الأندرويد، بس طبعا تشتغل أفضل على الآيفون، على الآيفون والأجهزة الآي او اس بتكون أفضل وتكون أجمل. يعني الأندرويد طبعا على حسب الجهاز، إذا من الأجهزة اللي هي القديمة وكذا بتكون فيها شوية لاجز، بس إذا الأجهزة الحديثة القوية لا بتكون إن شاء الله تمام بدون مشاكل. الله يعطيك العافية. هذا آخر سؤال نختم فيه، يمكن مناسب إحنا نختم فيه أمسيتنا لهذه الليلة. سؤال من الأخت مرام تقول: كيف نحقق الابتكار في تطوير الألعاب الإلكترونية بشكل مختصر؟ طيب احنا طبعا زي ما شرحنا في المحاضرات هذه او في المحاضرة هذه بالذات، فكنا بنتكلم انه الالعاب الالكترونية اذا انت بتحولها للالعاب تعليمية وتبغى تبتكر فيها، انت ممكن تستخدم الفي ار مثلا. فانا شفت من ضمن الافكار اللي كنت اشوفها لما كنت اسافر، لما كنت اروح الجيم ديفلوبر كونفرنس في امريكا، ولما رحت اليونيتي يونايت في هولندا، فكان من ضمن الافكار اللي هناك عندهم انك انت تسوي مختبر كامل للتجارب الكيميائية. فالطالب يدخل المختبر هذا يلبس نظارة ويدخل جوة المختبر، يلقى المواد موجودة، يعمل لها عملية خلط على بعض بحيث انه هو ما يضطر انه هو يلبس قفازات واجراءات السلامة والحاجات دي، لا يعني بس يدخل في الفي ار ويلعب يسوي عملية خلط المواد وخلاص يصير عندك التفاعلات من غير اي مشاكل. يعني فهذه من ضمن الافكار التعليمية اللي انا شفتها. يعني الاي ار برضه الاجمنتد رياليتي ممكن يستفيد منه في عمليه تطوير الالعاب اللي هي الفكريه. ممكن ان هو تفتكروا زمان لما كانت في الالعاب هذيك، لما يجي اللاعب مثلا يحط مكعب وتحت دائره فما تدخل مع بعض او كذا، فممكن الالعاب هذه باستخدام شو اسمه الالعاب الالكترونيه تسوي لعبه ان هو يجيب المكعب ويحاول يحطه في الدائره مثلا فما يدخل، فلا حطه في المربع عشان يزبط معك. فأتوقع إن شاء الله يعني هذه طريقة الابتكار، وفي الأفكار موجودة إن شاء الله. شكرا لك مهندس رعد على هذه الإضاءات الجميلة. صراحة غيرت قناعتي يا مهندس رعد في موضوع الألعاب الإلكترونية. أنا برضو ترى من الناس اللي كان متخوف من موضوع الألعاب الإلكترونية، لكن يعني فعلا الليلة يعني غيرت قناعة عندي إنه فعلا السوق موجود والاحتياج كبير، وأبنائنا موجود يعني موجودين في وسط خضم هذه الألعاب اللي موجودة عندنا من الشرق ومن الغرب. فلماذا لا نحافظ على أبنائنا، نصنع لعبتنا بأنفسنا، نصنع مواردنا بأنفسنا لكي نحقق إن شاء الله الاكتفاء في هذا المجال ونحقق الفائدة والدخل برضو لنا ولبلدنا يعني في الموضوع هذا. العموم شكرا لك يا مهندس رعد، شكرا لكم أنتم أيها الحاضرين والحاضرات على هذا. طيب مديني أحط لهم حسابي تويتر هنا في ممكن تحط حسابك على الشات يا مهندس رعد إذا حبيت. طيب هذا حسابي على تويتر إذا حابين يعني تضيفوني، إذا حاب يتواصلون معك هذا في تويتر. أنا أفضل أتواصل عن طريق تويتر لأنه أريح يعني في تويتر. بالنسبة اللي يسألوا عن موضوع شهادة الندوة اللي اليوم، إحنا بالنسبة للندوات اللي إحنا نقدمها في تزامن خلال الفترة الحالية ما فيها شهادات، لكن في عندنا دورة كاملة عن تصميم أو تطوير الألعاب الإلكترونية موجودة على منصة كيكيو إكس، فممكن أنك تسجل فيها. يمكن الأستاذة ريما معانا اليوم في الرد على استفساراتكم عن طريق الشات، أرسلت لكم الرابط، وممكن تعيد لو تكرمت يا أستاذة ريما ترسلي الرابط اللي خاص بدورة التسجيل في دورة تطوير الألعاب الإلكترونية على الشات، بحيث أنه حترسل لكم الآن أستاذة ريما على الشات بإذن الله، وحنرسل لكم برضو عن طريق الإيميل. يعني كل الناس اللي مسجلوا معنا هذا هو رابط المنصة، منصة kqx.org، ممكن تسجلوا في أي وقت
وفي الدورة هذه إذا خلصت الدورة وأنجزت جميع الأنشطة المطلوبة منك حتحصل على شهادة من جامعة الملك خالد. إذا عندك أي كلمة أخيرة مهندس رعد ولا نختم؟ طيب أنا 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 عندي بس كلمة أخيرة، يعني إن شاء الله إذا عجبتكم الأمور هذه وكان في مشاركة أكثر، فإحنا إن شاء الله ممكن حنعمل دورات أكثر على المنصة، لأنه هذه الدورة عبارة عن دورة 2D وإحنا إن شاء الله متحفزين إنه نسوي دورة 3D، فحنشوف كيف إذا القناعات بدأت تتغير والأمور بدأت تصير أفضل والأمور بدأت يعني الناس تتحمس للمجال هذا، فإن شاء الله نعمل دورات أكثر سواء كانت لايف أو كانت أونلاين يعني، ودورات أوفلاين اللي هي مباشرة. فطبعا أشكر الجميع على الحضور، ودائما أنا مقولة دائما أقولها يعني لا تنتظروا الفرصة اصنعها، لا تستنوا إنه يكون في شيء أفضل من كده وشيء مثالي، بالعكس ابدأوا أنتوا اشتغلوا ويبحثوا وشوفوا مجال تطوير الألعاب، ترى مجال جدا واعد، إذا أنت ما أنت حاب تدخل فيه خلي أبنائك يدخلوا فيه، لأنه الأبناء أو الأطفال هم أقرب للألعاب، وأنا أتمنى أنه ما حد يبطل يلعب يعني قد ما تقدر العب عشان حتى يكون عندك خلفية ولدك إيش بيلعب، لا يجي ويضحك عليك تمام. فأتمنى أنكم تدخلوا في مجال تطوير الألعاب وتكونوا مميزين معانا، وإن شاء الله أي شيء راح يكون موجود على الجامعة أو المواقع اللي بتدعم الأمور هذه توصلكم أول بأول. وأنا كده إن شاء الله انتهيت في هذا اليوم، وأقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. شكراً شكراً مهندس رعد. بإذن الله كل المصادر التعليمية اللي حيجيبها لنا المهندس رعد سواء محركات الألعاب سواء المصادر التعليمية الأخرى منصة دورة تطوير الألعاب في منصة KQS، كل هذه الروابط بإذن الله راح نرسلها لكم غداً بإذن الله. شكراً لحضوركم، يعطيكم العافية، هذه تحية لكم من محدثكم أخوكم محمد جار الله، حتى نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم في عندنا برضو ندوة في مجال الابتكار بإذن الله. صراحة العنوان ماني متذكره بالضبط، يعني أعتقد أنه حيكون الابتكار في مجال التحول الرقمي إن لم تخني الذاكرة، فحتى حتى ذلك الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.